السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. عبد شادو سلاير من الألعاب الجميلة اللي لعبناها مع بعض، لعبنا جزئين منها وهذا الجزء الثالث إن شاء الله. لا زالت تجيني أسئلة عليها الحقيقة. آخر سؤال جاني من أخ سألني شلون تفتح الشخصية مات المسدس. أنا لعبت بشخصية واحدة بالبداية، وبعدين الشخصية الثانية فتحها لي هو، ما تقدمت باللعبة، عطاني الشخصية الثانية. فكل ما تتقدم باللعبة شوب، هذا شوب ما ادش انا، لا ادش على الشوب. مرات اكو فري ايتم يعني مجانية، اخذوها اذا تشوفون اشياء مجانية اخذوها. هذا طالع فيديو يعطيك شو اسمه، هاي الاحداث، قول لك ليمول اخذ جوازك. طيب هاي مو نفس الكامبين، هاي شفت راضي لأن على على شغلة جمع الموارد شباب. هذا كبير لو يموت مات، ما تفتكينا منه. هاي شلون المهمات اليومية حتى تجمع موارد منها. كل ما تقدمت كل ما طورت نفسك كل ما زادت اللعبة صعوبة بأعداء قويين. طبعا هذا بوس، شوف لاحظ تختفي وتطلع. هاي قوية ما راح اقلبها، قوية كلش قوية. ريتراي احاول، لا ما احاول ريتراي لان تريد ليفل عالي، لازم اصعد الليفل مالي. فاروح على الكامبين مالتي. هاي الالعاب ما تلعبها الا تكون يعني قوي، خلصت الكامبين وصار عندك لاعب قوي او لاعب لاعبين قويين حتى تروح على الايفنت الاحداث اللي هي ثاني وحده على اليسار شايفينها. طيب نروح على الكامبين. قبل اروح على الكامبين خلينا نشوف المهارات، هذه المهارات خلينا نسوي لها ابجريد. ريكوايرز هاير ليفل هيرو، طيب يعني ليفل هيرو اذا ما يصعد ما تقدر تطور المهارات. تطور الهيرو اول شيء بعدين تطور المهارات.
هاي مهمات يومية تاخذها، خلينا نقول لك ريم وغل ناخذ جائزتنا، تلعبها وتاخذ جوائزك اليومية، كلها مهمات هاي. كم بين 1-8 وصلنا، خلينا نشوف ابطالنا. الان ما مفتوحين الباقي، عندي بطلين مفتوحين انا، هذا وعندي هذا. هنروح المعركة، زين هذول ما يوقفون، خل ابدله. ماتت البنية، فيكتوري، بس الشغل كله خلصت البنية. راح اطورها بعد، عندها امتيازات طبعا، هي ترمي من بعيد البنية، اقدر العبها مرة ثانية مثل ما قلت لكم، ادوس هاي ريتراي ثاني واحدة من الخضرة على اليسار، واقدر اطالع فيديو يضاعف لي الجوائز مالتي. فراح اقول مين منو انا حتى يرجعني. هاي اريد تقييم اللعبة، كم شغلة شباب انتبهوا لي، ادوس على هاي هنتر شايفينها، واروح للبطل نفسه ادوس عليه. هاي الشخصية مات البطل نفسه، طبعا كل ما تتقدم تاخذ شخصية، تي تفتح جو تو ايفنت، تروح للاحداث، اذا تغلبت عليه تفتح الشخصية. راح نجربها الان. الشغلة الثانية الوبنز السلاح، العب سيفي الاول انا، اذا اريد سيفي ثاني هذا طبعا هم اروح للاحداث، اذا تغلبت على الخصم مالي هم راح يعطيني سيفي ثاني. ف خل نروح الشخصية، خل go to event. شوف أقوى مني، يقول ليش ما تشتري قوة يعني بفلوس، ما عندي فلوس أشتري أنا، أرجع أحسن لي أضل على البطل مالي. خل أطور مهاراتي شباب، اروح على سكن هاي مثل حرف الزائد شايفين هاليم الكاس على اليسار، مساعد البطل قوية، الان البطل زادت قوته، اكويرت هاي بعد طورتها مرة واحدة انا شوية. خلينا نشوف البطلة الثانية بالله، حلو زادت، خل ازيدها هاي اكويرت هاي ليفل، انتهت بعد. لان هاي بيها جوائز لك، نرجع الكامبين. الان فتحت منطقة ثانية عندي شباب، شايفين المنطقة الثانية اللي فتحت، دوم تاور اسمها، برج الدوم او برج الشيطان. فانفتحت منطقة ثانية، تريدون نروح نجربها، خلنا نجربها. سلكت تيم، ناخذ الفريق، هذا الفريق مالي، اقول له باتل. ذهبنا للمعركة، هاي المرحلة الثانية،
ماتت البنية ماتت. الآن احنا بالدوم، مرحلة الدوم، مو الكامبين شباب. هاي الدوم مفروض اقوي جنودي واجيلها طبعا، لكن لعبناها ما يخالف. نكس فلور، اصعد الطابق الثاني بالبرج اذا اريد، راح ارجع من منه. الان اكو اسلحة جديدة نزلت، اريد اشتريها ب200 ماس. راح اشتريها ما يخالف، جمعت ماسات انا. شوف هاي 200 ماس ايضا، خلني اشتريها. الاسلحة تفيدك طبعا، كل ما صعدت كل ما تحتاج اسلحة جديدة، يعني كل ما تقدم باللعبة تتقدم بأسلحة جديدة. هروح الكامبين، نرجع الكامبين 1-9. بعدهم الابطال المسدودين، انا عندي بطلين العب فيهم. يلا يا بطلة. ماتت. تلكم مراحل، المراحل الجاية صعبة راح تصير. المراحل الجاية صعبة راح تصير. خدت ارجع الطاقات مالتي. اخسر نجمة هيك اذا اتاخر، بس ما يخالف، ترجع طاقاتي وافوز باللعبة احسن. طاقات تفيد. ترجع الطاقات، خلي اخسر نجمة ما يخالف، مو مفوز. طاقة ثانية رجعت، ثالثة بعد. تعالوا تعالوا، ما واجهكم كلكم، واحد واحد احسن. حاول تواجه واحد واحد. حلو، نيو اكويبمنت، معدة جديدة حصلنا عليها شباب، الخوذة. راح اقلها اكويب، يعني اخذها. حصلنا على معدة جديدة، هذول ابطال قويين طبعا. يقول لي تراي، جرب واحد منهم. هانتر ليونارد هذا راح اجربه، اعتقد خلينا نشوف هذا ابو المسدس اللي قال عليه الاخ. راح اجرب ليونارد،
هذا ليونارد، بس هذا ما مفتوح بعد يا شباب، بس كتراي يعني اعطاني اياه. هي هذا هو ابو المسدس، طبعا بعده مو قوي. والله مهارة قوية عند هذا. هالضرب هاي كله عليه ولا مات؟ هو يعني ما يريدك تلعب فيه، بس يريدك تجربه. شنو؟ يعني يحفزك على المشترى. فقط لا غير، يحفزك على المشترى. لأن صار ساعة أكتر فيه وما يموت. بس هو قوي يعني، شوف الضربة مالته. يعني جربناه. أوف والله يستاهل المشترى. هذا اليورانت كارثة، وراء تطوير بعد يصير كارثة. هذا يعني اللي يريد يشتري يشتري شباب. راح ارجع انا، جربناه. كانت هاي اليوم لعبتنا وياكم شادو سلاير، اتمنى تكون لعبة حازت على اعجابكم. اللي يريد يكمل التاور يكمله. لعبنا مشن واحد من التاور، مستمرين بالكامبين. وصلنا 1-10. الان بوس قدامنا، فانا افضل شوية نقوي طاقاتنا حتى اوصل للبوس، حتى القاكم في لعبة جديدة. خير وصحة وعافية. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.